السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حارب، بيوتي بلوجر من الامارات دبي، وحياكم الله على قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن احسن 6 بلشرات. تعرفون عندي سلسلة توب 6، وهذا الفيديو تكملة لهذه السلسلة، اتكلم فيها عن احسن 6 منتجات مناسبتني حاليا وحابة اني اخبركم عنها، وكل مرة اتكلم عن فئة معينة. هذه المرة بتكلم عن البلشرات او بودرة الخدود. تعالوا ياي اراويكم هاي المنتجات. اول بلشر حابة اني اراويكم اياه هو كريمي مثل القرمشي من شارلوت تيلبري، لونه مون بيتش. هذا البلشر وايد حلو، لونه ناعم، وايد اللون شي خفيف. احب استخدمه مع مثلا فاونديشن او بيبي كريم بدون بودرة. اول ما احطه يكون كريمي، وبعدين بالبيوتي بلندر او باي فرشاة شوي ادمجه، ويطلع شكله وايد ناعم على البشرة وثابت. ممكن انك تحطين عليه اي بلشر ثاني، بس انا بروحه اشوف انه كافي. موجود منتجات شارلوت تيلبري في لندن، عادة انا اخذها من لندن، بس في وايد منتجات الانستغرام يوفرونها. ثاني بلشر بعد هذا وايد احبه، وتركيبته كريمية وعقب تتحول الى بودرة، اللي هو من كولر بوب. جربت من عندهم كذا بلشر، بس هذه الدرجة هومي، هاي الدرجة انا وايد احبها. اللون وايد وايد اللون قوي، فاحتاج ان احطه بايد خفيفة بالبيوتي بلندر او بالستبلينج براش واوزعه، ويندمج بسهولة وبعد يتم ثابت على الخدود. وكولر بوب اسعارهم وايد رخيصة، $5 اذا تطلبونها من موقعهم او من تاجرات الانستغرام. عادة اسعارهم ما بين $40 أو $50. اما ثالث بلشر، هذا اذا حصلتوه انصحكم انكم ما تفوتونه، اللي هو من كلينيك، اسمه تشيك بوب. هذا البلشر وايد وايد حلو. كنت ماخذ لون اجربه، وتندمت اني ما اخذ باقي الدرجات لان ما حصلته عندنا في الامارات للاسف. ما عندي فكره اذا هو موجود في الخليج ولا لا، انا اشتريته من برا وشي شكله. هذا البلشر طبعا بودره، اللون قوي وايد، هذا لونه قوي ويتم بعد ثابت، يتوزع بسهوله، وفي منه وايد وايد درجات، وإذا حصلتوه أنصحكم أنكم ما تفوتونه. أما رابع بلاش حاب أن أشارككم فيه، اللي هو من ميك اب ستور. من فترة بسيطة فتح ميك اب ستور عندنا في الإمارات في دبي، حصلته في الداون تاون، وخذت من عندهم مجموعة أشياء. في أشياء عجبتني في أشياء ما عجبتني، بس من الأشياء اللي وايد حبيتها اللي هي الماربل بلاش عندهم، في منه كذا درجة. أنا هاي الدرجة شدتني لأنها مزيج ما بين الأحمر والوردي وشوية كورال، اللون جميل وايد اللون جميل. إذا أنتي وايد بيضة يمكن يطلع شوي فاقع عليك، لكن حنطية أو سمرة بيكون مناسب لك. وبعد سعره وايد رخيص، $99، وحجمه يعني كبير يتم فترة طويلة. وبما أني أحب أنوع لكم ما بين الدراغ ستور والهاي إن، حابة أشارككم بعد بهذا البلاش من NYX. اللون وايد جميل، اسمه سيلك، شي شكله. عبارة عن 5 ألوان تدمجينهم مع بعض بالفرشاة وتوزعينه. اللون وايد هادي وايد ناعم طبيعي، أحس بيناسب أكثر البنات اللي بشرتهم فاتحة إلى ميديم سكين تون. الغامجة ممكن ما يبين فيها عدل، بس طبعا هالبلاش فيه من درجات وايدة، أظن حتى 10 درجات، بس مو متأكدة. وسعره طبعا رخيص، موجود عادة في سنتر بوينت. واخر نوع بلشرات ذا بالم، هاي النوعيه اللي هي انستين، وايد وايد حلوه، وهاللون بالذات غامج قوي ثابت، ما تحتاجين منه وايد، شيء بسيط لازم تحاسبين يوم تحطينه لان اللون هذا وايد قوي. طبعا في من الوان ثانيه، بس هاي الدرجه وايد تعيبني انا، واحس انها مناسبه اغلب الدرجات. وهذه كانت يا حلوات البلشرات المفضلة عندي حاليا واستخدمها، وحبيت اني اشارككم اياها، وحاولت قد ما اقدر اني انوع ما بين الدراغ ستور والهاي اند، واغلب هذه الماركات موجودة عندنا في الامارات والخليج، او ممكن تطلبونها اونلاين او من تاجرات الانستغرام. ان شاء الله تكونون استفدتوا من هالفيديو، ولا تنسون اللايك والكومنت اذا عندكم اي استفسار، وبعد سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.